السلام عليكم. بدأ الفنان القدير صالح أوغروت وهو متأثر جدا بعد الفاجعة التي ألمت قبل قليل بالأسرة الفنية في الجزائر، حيث نزل خبر وفاة الفنان القدير بلاحة بن زيان كالصاعقة على كل الجزائريين والفنانين داخل وخارج الوطن. صالح أوغروت كتب على صفحته منذ قليل: ربي يرحمك يا خويا بلاحة بن زيان، ودعا محبيه ومتابعيه للدعاء له بالرحمة والمغفرة. الجزائريون تفاجأوا وتفاعلوا بقوة مع هذا الخبر الحزين، خاصة وأن الفنان ظهر قبل أيام قليلة فقط وهو يطمئن متابعيه ومحبيه بنجاح العملية الجراحية والتي أجراها بالمستشفى العسكري بولاية وهران. وللإشارة، توفي منذ قليل الفنان القدير بلاحة بن زيان والمعروف فنيا بالنور بعدما أجرى 3 عمليات جراحية على مستوى الرقبة. إنا لله وإنا إليه راجعون.